هاي انا دو اشرف بدايتي تاني ميكانيك وهي جات لكم فيديو جديد. ده فيديو قراءاتي خلال شهر فبراير، وخلال الشهر ده قريت 3 كتب وكتاب صغير، لكن اللي فعلا ال3 كتب قدرت اعمل عنهم ريفيوهات، فده حاجه حلوه بالنسبه لي الشهر ده. المهم اول حاجه قريتها هو حاجه صغيره اسمه Your Genius All the Time لجاك كرواك. جاك كرواك للي يعرفه هو المؤلف بتاع كتاب المشهور On the Road، وده عبارة عن كتاب أو كتيب صغير لنصائح في الكتابة. هو جاك كرواك واحد من البيت جينيريشن مع جينزبرغ وغيره وبوروز وغيرهم، فاسلوبه في الكتابة كان مميز قوي. الكتاب ده عبارة عن، هو كتاب صغير جدا، عبارة عن نصائح، جمل نصائح مختلفة لأسلوب جاك كرواك في الكتابة، وكمان نصائح حتى لو مش تكتب بأسلوب ولكن نصائح للكتابة بشكل عام. كان كتاب لطيف قوي، خلصته في قعدة تقريبا نص ساعة ولا حاجة، بس كتاب مميز قوي وأنا متحمسة أن أنا أقرأ له On the Road. بعد كده قريت قمر على سمرقند لمحمد المنسي قنديل، وده كان كتاب البوك كلاب، كتاب الشهر بتاع شهر فبراير، وهتلاقوني عملت عنه ريفيو، وهتلاقوا الريفيو في الديسكريبشن. قمر على سمرقند دي احداثها بتدور ما بين اوزباكستان ومصر، وبين شخصيتين، علي طبيب مصري شاب ونور الله ده سائق اوزبيكي، والاحداث اللي بتدور ما بينهم وكل حاجه مروا بيها في حياتهم مرورا للحظه دي. الكتاب اشبه بحاجات كتيره، هو ادب رحله، رحلة في الزمن ورحلة في التاريخ ورحلة في أوزبكستان. فعلا من أحلى كتب أدب الرحلة اللي قريتها، ولو أنه مش مصنف أدب رحلة ورواية، لكن الوصف لمدن أوزبكستان المختلفة زي بخارة وسمرقند وطشقند وغيرهم حسسني أن أنا فعلا زرتها، ودي من أحلى المميزات بتاعت الرواية دي. وحتى كلامه عن مصر مميز قوي. الرواية فيها حاجات سياسية كتيرة، نظرة على الدين ما بين البلدين والعلاقات ما بين البلدين، هتلاقوني اتكلمت أكتر عنه في الريفيو، وهسيب اللينكات بتاعت الريفيوهات دي كلها في الديسكريبشن بوكس. بعد كده قريت رواية فيلث لإيرفين ويلش، وده كان الكتاب بتاع البوك كلاب اللي أنا مشتركة فيه هنا. دي رواية الكاتب اسكتلندي، بتتبع احداثها ضابط شرطة اسمه بروس روبرتسون. ده ضابط شرطة بيمثل كل الصفات السيئة اللي ممكن تتجمع في شخص واحد، وخلال تحقيقه في جريمة قتل بيكتشف ان في دودة بتنمو جواه. بنشوف تعامله مع الدودة دي وتأثير الدودة عليه دي في تعامله مع الناس التانية. الرواية مميزة جدا جدا، لكن انا هسيب لكم لينك للريفيو بتاعي بتكلم فيه اكتر عنها. لكن مميز انها رواية ممتعة، لكن خلاني ما استمتعش بيها خالص ان اللكنة الاسكتلندية اللي مكتوبة بيها الرواية بالكامل، وغياب علامات الترقيم من الرواية كلها. ده كانت بالنسبة لي الرواية دي كنت بحاول افك شفرة. واخر كتاب قريته الشهر ده هي رواية عطارد لمحمد ربيع، ودي رواية على القائمة القصيرة لجائزة البوكر السنة. دي رواية ديستوبيا بتدور احداثها في القاهرة، بتتبع خطين زمنيين، واحد سنة 2011 واحد في المستقبل القريب في سنة 2025. بتتبع شخصيتين او مجريين، في 2025 بتتبع قناص الشرطة اللي اسمه احمد عطارد، وسنة 2011 بتتبع انسال والطفلة زهرة اللي بتعاني من مرض غريب. الرواية ديستوبيا مجتمعية بتاخد طابع سياسي نوعا ما في بعض الاجزاء، ولكن بتتعامل مع فكرة الجحيم اللي احنا عايشين فيه. دي رواية مميزة جدا لكنها كئيبة وسوداوية قوي، فلازم تدخلوها بقلب جامد. انا عاملة عنها ريفيو، هسيب لينك الريفيو في الديسكريبشن. بس دي حاجات اللي قريتها خلال الشهر ده، مش حاجات كتيرة قوي، لكن انا سعيدة ان انا قدرت اعمل عنهم كلهم ريفيوهات. هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن، ولو عندكم اي تعليقات على الكتب دي او لو قريتوها او عايزين تسألوا عن حاجة عنها انا هستنى تعليقاتكم. هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس لينكاتي لأكاونتاتي على انستجرام، فيسبوك، جودريدز، والبوك كلوب وغيرهم. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا عليه لايك او اكتبوا لي كومنت. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، في انتظار تعليقاتكم. استنى فيديو جديد. باي باي.